أنابيب معدنية وصفائح دوارة، هذا ما ينتجه مصنع تحويل المعادن والحديد ببلدية تبركانين، استثمار يساهم في تغطية السوق المحلية بهذه المواد الموجهة لاستعمالات متعددة. لاكتيفيتي تاعنا هي تحويل المعادن، نجيبوا لي بوبين ونصي ونعاودوا نخدموهم، نخرجوا منهم لي برودوي اسونسييل اللي عندنا. عندنا لي بورتريدو ميتاليك، عندنا لي زوساتور ميتاليك تاع واسمو كل الحيوط تاع بلاكو بلاطر، عندنا ثاني واسمو الفونداج دو بوبين، نجيبوا لي بوبين نديروا لا بريستاسيون نقطعوهم، وعندنا ثاني لي بلاك اونتي ديرابون. هذا ويوفر المشروع مناصب شغل لابناء المنطقه. عندي ربع شهور مع ملي انضميت لهذه الشركه، يعني بعد ما تخرجت ديريكتومون بعد درت اونتروتيان في هذه الشركه والحمد لله اكسبتيت وراني نخدم لهناكم انجينيور اوبيراتور. لدي 3 سنوات خبره في هذه المؤسسه. من بعض المهام التي اقوم بمتابعتها هي متابعه الانجاز وكذلك صيانه الالات وكل الاعدادات المتعلقه بالانجاز في هذه الشركه. هو مكسب واعد وأنموذج مشجع بمنطقة النشاطات تبركانين التي تشهد مؤخرا استغلال أوعية عقارية من طرف المستثمرين. كانت عندنا صعوبات والحمد لله الولاية سهلت علينا كي عطتني ذيك الرخصة تاعي تاع الإنشاء، راني نكمل في العمل تاعي إن شاء الله. خرجنا من هذه المرحلة وذكرنا في المرحلة وين يكون مع الأعمال اللي رانا نديرو فيهم ومع يزيدوا التسهيلات تاع الولايه. مساحه 87 هكتار مهمه جدا، تسمح بتوفير ازيد من 216 قطعه، وتم تسليم عقود وشهادات الاستفاده لازيد من 140 مستثمر. انطلقنا بامكانيه الولايه في فتح المسالك، الا اننا في انتظار إعادة بعث العملية، وأن هذه المنطقة عند اكتمالها ستسمح بتوفير أزيد من 7000 مصيب شغل. توفير الظروف اللازمة للاستثمار من شأنه خلق تنمية اقتصادية بالولايات.